السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مر معنا أن الناس في يوم القيامة فريقان، فأهل الأعراف ما شأنهم؟ هل هم قسم ثالث؟ أهل الأعراف اختلف فيهم، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم، هم على جبل بين الجنة والنار، فهم لم يدخلوها يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها، لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اختلف فيهم، فقيل إنهم أهل الفترة، وقيل إنهم أولاد المشركين الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. نعم.